بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن سوق أبو ظبي الأوراق المالية اليوم بالتنسيق مع بنك أبو ظبي الوطني بتفعيل وتنشيط دور صانع السوق. فبنك أبو ظبي الوطني بيلعب دور صانع السوق ابتداء من اليوم رسميا، وسيكون صانع سوق لأربع شركات مدرجة في سوق أبو ظبي الأوراق المالية، اللي هي بنك أبو ظبي التجاري، بنك الخليج الأول، والواحة كابيتال، وشركة الدار العقارية. فنتأمل في عمل صانع السوق بخلق نوع من الاستقرار في التذبذب في الأسعار الأسهم، وبيزيد السيولة في السوق. بادر بنك أبو ظبي الوطني بعد إصدار قانون صانع السوق من هيئة الأوراق المالية في الإمارات على بداية عمل صانع السوق. في البداية سنبتدي بأربع شركات، وكصانع السوق سنزيد السيولة والتوازن والعمق في هذه الشركات وفي تداول هذه الشركات، وبالأمل أن نزيد عدد هذه الشركات في المستقبل ونعزز التعاون مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية.